انا مش عارف نتكلم جد ولا ما نتكلمش جد، بس انا مبسوط جدا 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 جدا. نورتينا. أنا عامله ايه كمان؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله جميل. الحمد لله الحمد سنة لله. واحنا كلنا طيبين ان شاء الله. يا رب كل سنه نبقى طيبين دايما يا وعلى رب. طول بقى. انا قاعد عمال طبعا في حاله من البهجه المذهله جدا وانت بتغني، وبعدين قعدت عمال بقى بفتكر اول ما المزيكا دي بدات تظهر، وكم الهجوم الغريب اللي ظهر على لون جديد من المزيكا، ونجوم جداد في الغنى، وموزعين جداد، وملحنين جداد. هو كانوا بيهاجموا المزيكا دي ليه؟ لا، هو احيانا اولا مساء الخير على الفريق الجميل، وانا دايما لما باجي ماسبيرو ببقى جوايا فرحه كده خاصه. آه جو تاني، حاله تانيه. ومتشكره ان انا معاكم في الحلقه بالعكس الحلوه ده، احنا متشرفين. وارجع اقول لك انه الاختلافات دايما بتبقى مطلوبه، ومش دايما كل الناس بتحب تستوعبها، بدليل ان احنا كنا موجودين وناس بتحبنا وناس لسه بتستوعبنا. فاحيانا عدم الاستيعاب للاشياء بيرفض، احيانا مش دايما يعني. بتحصل. لكن انا دايما اقول ان الزمن كفيل بانه يخليك تحب الشيء، على يعني ما يبقاش الموضه بتاعت الوقت بس. بما انه لسه موجوده الاغاني دي لغايه دلوقتي، وحضرتك بتسمعها وكثيرين، واحنا كان لينا حفلات في ساقية الصاوي. أيوة. وكده فده بيخلي انه معناها انه استمرت السنين دي كلها، يعني فيها شيء خلاها تستمر. اكيد فيها شيء حلو، حلو جدا. يبقى الزمن كفيل بالحكم على الاشياء الجميله، مش بالوقت، يعني مش حاجات وقتيه. ده قيسوا على كل شيء. ايه الحلو اللي فيها خلاها تعيش الزمن ده كله؟ بالنسبه لي انا هتكلم دايما عن نفسي. انا ما بعرفش اتكلم على العموم. ماشي. لكن هقدر اتكلم انه عمري ما عملت شيء مش قريب من افكاري وشخصيتي. حتى وان بدا ليك انه بسيط او عادي او كده، هو شبهي، هو قريب مني. فيمكن لانه شبهي وقريب مني فمصدق، فانت بتصدقني فيه زي ما اعمل دور وانت تصدقني فيه طبعا. بس